بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وكلام في الطب، حلقتنا المسكوت عنه. ما زلنا نفتح ابواب المسكوت عنه. الضعف الجنسي، الضعف الجنسي تاخر الانجاب، تاخر الانجاب مشاكله بيسبب لنا مشاكل كتيره في البيوت. الضعف الجنسي، سرعه القذف او ضعف الانتصاب بيسببوا ايضا مشاكل نفسيه للرجل وبيسببوا مشاكل في البيوت المصريه. كل واحد بيهرب من المشكلة دي، كل واحد بيبعد عنها. طب ليها حل؟ ليها حلول كتيرة بفضل الله. السن الكبير، التقدم في العمر، لما يعدي الخمسينات هو ليه بيحصل له اللاشعور؟ اللاشعور ده ايه سببه؟ طب هل فعلا بنقدر نحسن الشعور الجنسي في السن الكبير علشان يحس ان هو لسه شباب؟ الحاجات دي كلها هنعرفها. كان لازم نجيب احد المتميزين، طبيب استاذ دكتور مسالك بوليه وتناسليه، هو عضو جمعيه المسالك البوليه والتناسليه الامريكيه والمصريه والاوروبيه، ايضا احد جراحي زراعه الكلى في المملكه العربيه السعوديه، احد المتميزين في علاج تاخر الانجاب والضعف الجنسي وامراض الذكوره والعقم، الاستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور عادل. اهلا يا فندم، اهلا بيك يا فندم، حضرتك شرفتنا ونورتنا. احنا شرفنا بسعادتكم وربنا يكرمكم، ونقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى في محكم اياته قال لك: وخلقنا من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه، وقال تاني: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فربنا سبحانه وتعالى زي ما يكون بيقول لنا جودة الحياة، quality of life. فالصحة الجنسية لدى الرجل مهمة جدا جدا، وأنا المقولة المشهورة: العقل السليم في الجنس السليم. العقل في السليم في الجسم السليم. أيوة. أنا بضيف إليها في الجنس السليم أو أبدأها بالجنس السليم ونكملها. اسمح لي حقيقة يا دكتور، الله يبارك في ساعتك. فعلا يعني أشكرك، شاكر. الله يبارك في ساعتك. العقل السليم في الجسم السليم، حضرتك ضفت بتخصصك في الجنس السليم، ودي المشاكل اللي بتقابلنا، لأن هو ده اللي بيخلي الحياة في مستوى من السعادة بين الزوجين، بالتالي الإنتاج يزيد. تمام. بالتالي الحياة هادئة اللي ربنا قال عليها، السكون والهدوء والمودة والرحمة، وبالتالي ما يبقاش فيه العقبات ولا مشاكل اللي بنشوفها واللي بنسمع عنها في المحاكم والحياه، والاطفال يطلعوا في اسره منشاه. فخلاصه الامر ان الصحه الجنسيه لدى الرجل مهمه جدا جدا جدا، واهم حاجه في الصحه الجنسيه هي صحه الانجاب. الله. وصحه الانجاب لابد ان الرجل سبحانه وتعالى حط فيه تحديد النوع. المراه مهمه في قلويه وحمضيه الطريق المؤدي الى تمام اللي بيمشي فيه، لكن النوع فيه ولد او ذكر او انثى هو الرجل. الرجل والسيده بس حمضيه او قلويه، يشارك في حمضيه وقلويه الميديا اللي هيمشي فيها. طب معلش سؤال على السريع بس، هو مش موضوعنا. بس هل حضرتك بتقدر ان انت تخلي حمضيه او قلويه؟ هل الى حد ما؟ الى حد ما. تمام. الى حد ما. تمام. لان حتى في قديم الازل قدماء المصريين واللي بعدهم كانوا الى حد ما بيقدروا يشتغلوا في الجزئيه دي، وبيجيب نتائج الى حد ما نسبتها كويس معقوله، ولكن 100% لا، ربنا هو القادر. لا طبعا، ده اراده الله. انا كويس. فلو بدانا وقلنا مثلا صحه الانجاب عند الرجل، انا اؤيد ان قبل الزواج يتم الفحص بالنسبه للرجل كصوره للحيوان المنوي. ما بتحصلش ده كوبري. انا بنصح. ماشي، بس ما بتحصلش. كلنا الثقافه الطبيه بتاعتنا، انا ايه اللي يخليني كده؟ هذه الثقافه تنتشر لمصلحه، يا ريت. تمام. الرجل ولمصلحه المراه ولمصلحه الكابل نفسه اللي هي الاسره. طب الاستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف استاذ كبير، هل بيجي لحضرتك شباب قبل الزواج بيكشفوا؟ مفيش. لا في لان في طبعا ثقافه عند الشباب. وفي اطلاع، لا انكر ان في طبعا ثقافات خاطئه، فدي مهمتنا احنا ان احنا نصوب الثقافات الخاطئه اللي سبب فيها التواصل الاجتماعي ومشوره الاصدقاء. ان الانسان بياخد بمشوره صديقه ومش مشوره سديده لصالح له ممكن لا يصلح لك. فالشباب واعي والشباب فاهم وبيسعى لمصلحته وبيكشف بدري عشان يطمن على نفسه،
وهي بمنتهى البساطة صورة لتحليل السائل المنوي. إن استدعى الأمر بعد قراءة هذه الصورة عمل أشعة صوتية على الخصيتين مرحبا، احتاج دوبلر مرحبا، كل دي تدرجات إلى أن يصل لعدد الحيواني المنوي دلوقتي. كان زمان العدد بيطلبوه كتير، وصلوا لحد دلوقتي تحت 10 مليون وأقل من 10 مليون يحصل حمل. يحصل حمل تمام بالوسائل الحديثة دلوقتي. بقى فيه إكزي اللي هو التلقيح المجهري، بقت أسهل. يعني انت بتاخد في الاكزي ده بويضه بتحط لها حيوان منوي، يعني انت عايز حيوان منوي سليم. يبقى عشان يبقى الحيوان المنوي سليم وصحي ويجي منه جنين جيد، يبقى لازم فيه تقويه للصحه العامه والصحه الخاصه بانتاج الحيوان المنوي. الحيوان المنوي بياخد حوالي 120 يوم في انتاجه، يبقى على الاقل 3 شهور 3 شهور 4 شهور 3 شهور متوسط. يبقى الانسان يراعي صحته في هذا في هذا الامر ان وجد ان في قصور في التحليل بتاعه الخاص بالحيوان المنوي. ويستخدم من الممكن المقويات الطبيعيه. الله يكرمك يا دكتور. المقويات الطبيعيه طبعا بتبعده عن الكيماويات، تمام، بتبعده عن الادويه، هايل، وبالتالي الاستفاده بتاعته بتبقى عاليه. المقويات حضرتك جايب النهارده حبه مصطلحات بحيي حضرتك عليها. الله يبارك في سعادتك. الصحه الجسم السليم في العقل، في الجسم العقل السليم في العقل السليم، السليم في الجنس السليم، في الجنس السليم. يعني الواحد كل ما فعلا العلاقه الجنسيه ممتازه هو مخه مرتاح بالزبط. نفسيته هايله بالظبط. وتاني حاجه المقويات الطبيعيه، الطبيعيه بعيدا عن المقوي الصناعي. يجي انا يقول لي ايه، خد الحبايه دي وادعي لي. لا ما ينفعش. تمام. انا مش عايز ادعي له ولا عايزه يدعي لي. الله يكرمك. يخليه في حاله. ما يصلح له ممكن لا يصلح لي. تمام. فانا اللي يحدد لي اللي يصلح مين؟ الطبيب المختص. هايل. شوف انا محتاج ايه ويمشيني فيه. هل عدد حيوانات المنويه عندي قليله؟ تمام. محتاج ازودها. هل كفاءه الحيوان المنوي في الحركه قليله؟ محتاج ازودها. تمام. هل الشكل بتاع الحيوان المنوي فيه تشوهات؟ محتاج ازودها. كويس. ودي بتزيد بمنتجات طبيعيه. الله يكرمك. وموجوده والناس كلها من الممكن تصل اليها بمنتهى السهوله. سهل صحيح. تمام. يبقى احنا عندنا لو عندنا عدد قليل حضرتك بتطمننا وبتقول لنا زمان كانوا بيطلبوا ملايين، دلوقتي اقل من 10 مليون يقدر يحدث الانجاب. دي اول حاجه صح؟ صح. تاني حاجه لو في تشوهات بسيطه بنقدر نحلها ان شاء الله بالمقويات او الحاجات الطبيعيه. تمام. بعيدا عن الكيماويات اللي بيبقى ليها اضرار الله اخرى. الله ينور على سعادتك. طيب احنا كده اتكلمنا على الانجاب. بيحصل بقى حد بيجي يقول لنا انا بقالي سنه، بقالي 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور متجوز وما حصلش خلفه. طيب انت 4 شهور 5 شهور الزوج والزوجة الاثنين 4 شهور 5 شهور عدد قليل من الأيام عشان تشغل بالك في هذا الأمر. تمام. يعني أنا رأيي أنا على الأقل من 6 شهور لسنة عيش حياتك. إن استدعى الأمر وأنت محلل قبل الزواج تحليلك جيد يبقى ما تقلقش. كويس. طيب تحليلك فيه شيء الطبيب بينصحك بالإيه؟ باستخدام المنتجات الطبيعية اللي ممكن ترفع لك معدل الايه؟ العمل بتاع الحيوان المنوي بتاعك. البدء في الفحص بالنسبه للمتزوجين مشوار المراه اطول فمشوار الرجل اقصر. اسهل. اقصر، مفيش حاجه سهله يا باشا. الله يكرمك. كله شغل. احسن احسن. اقصر بس في ايه؟ ان هو سائل منوي واشعه على الخصيه. ان استدعى الامر نشوف مستوى الهرمونات. تمام. ان في هرمونات من الممكن يبقى لديه مثلا خلل في هرمون البرولاكتين. تمام. فلا ده لو عالي بيثبط عمل الخصيتين ويضعف القدرة الجنسية. طب ما انا اطمن عليه. يبقى الهرمون التستوستيرون برضه مهم اللي هو هرمون الذكورة. تمام. لابد ان برضه ايه يتم البحث في ده امتى؟ اما ابقى اجد ان فيه تأخير في المؤشرات. تأخير. تمام. انما مفيش تأخير خلاص ملوش لازمة انك انت تتعجل ابو شهرين وابو ثلاثة وابو أربعة في عملية الانجاب ويعيش. طيب. حياتك، تعرف على مراتك وزوجتك. احسنت يا دكتور. واندمجوا مع بعض بحيث ان انتوا تبقوا وحده واحده. طيب حضرتك قبل ما ننتقل للصحه الجنسيه بتقول لنا ما تقلقوش، يعني بفضل الله ان شاء الله ربنا يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الاناث. نعم بالله. ويجعل من يشاء عقيمة. ونعم بالله. هو قال كده سبحانه.
تمام، بس الطب اللي تطور ده بيساعدنا في حاجات كتير جدا. صح، لابد ان احنا نقتنع ونعترف ونعمل فيه. يعني ان دلوقتي مثلا كان من عشرات السنين كان المرأة من الممكن عند مراحل معينة وخلاص وقف عجز، دلوقتي بقى فيه الإكزي اللي هي التلقيح المجهري، الميكروسكوب الإلكتروني. تمام. يدخل الحيوان المنوي المنتقى. الله، بتختاره. انت كطبيب مختص عندك لاب في موضوع هذا الحقن المجهري، بتنتقي الحيوان المنوي اللي ذو الكفاءة العالية. دلوقتي وصلوا ليحللوا كروموزاته، الكروموزومات بتاعته، بحيث ان لو في امراض يتجنب ذو الامراض. كويس. دلوقتي في زي ما تقول مثلا موضه، يقول لك ايه، انا عايز ولد، انا عايز بنت. صح، انت اللي اخترت يا حلو، استحمل يا بابا. خلي ربنا اللي اختار لك يا حبيبي. الله الله الله. وفي نفس الوقت الله. الطبيب عنده ذمه وعنده ضمير، بيشوف الاصلح لك. يعني انا دلوقتي لو هو طبيب وجد حيوان منوي هيؤدي الى ذكر ولكنه ضعيف، هيجيب عيل معاق، ألقح به، عمره ما يعمل. ضمير المهني يمنعه ان يعمل حاجه زي دي. يعني لكن حضرتك بتقول لنا يعني اللي ما عندوش حيوانات منويه بعد ما بناخد المقويات الطبيعيه دي من الممكن بيوصل للحيوان المنوي سليم. تمام. بس ما تقوليش انا عايز ولد ولا بنت. تمام. انا دي مش معاها، وانا مقدر رغبه الناس، يعني ان الناس يبقى لهم عوزه ونفسها، انا مقدرها. بتقول لك انا ارتحت وخلاص، بس لابد ان يطلبها من الله بحياء. احسنت يا دكتور. وربنا هيوفقه. موضوع ان تحليل ما فيهوش حيوان منوي من الممكن، القناه الناقله هي اللي مشكله، مسدوده، تتسلك. سبحان الله. اللي ده المختصه هيكتشفها. صحيح. ويسلكها، يبقى الخصه شغاله صح. كان في الاول في هذه الحالات اللي ما فيهاش اي حيوان منوي يتم عمل عينه من الخصي. صح. انا في الوقت الحالي ضدها. ليه؟ لسبب. هذه ما هي العينه دي، العينه دي بتبين لي بقى، ما اسمعني تقول لي ما توجعش قلبك. هتسمعني وهتقتنع. ماشي. انا بدل ما اخد العينه في مستشفى عاديه واخد العينه واوديها مختبر تتحلل وبعد كده مصيرها الى ايه، القمامه، لا. انا انصحه يروح مركز من مراكز التلقيح الصناعي، لان لو قدر صادف في حيوان منوي يبقى الدكتور هيستخدمه حالا هذا التلقيح والحقن المجهري. فانا برفض ان انا اعملها. ما تعملش العي. فهمت. يعني مع المختص اللي معاك ابعته على طول وقتي للمركز علشان يستفيد بهذه الشانس. لو لقيت لو لقيت يبقى فرصه. ما لقيتش يبقى في سبب، ممكن برايمري ان في خلل في الهرمونات من الغده النخاميه تخليش الخصه تشتغل، ياخد علاج بالاضافه للمقويات هيتحسن الامر. فكان الاول المشاكل دي عويصه، دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى ذللها وحلها للناس كلها. ونعم بالله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الحاجه المهمه جدا، ايوه، بعد هذا الامر وهو الضعف الجنسي والقذف المبكر. الله يكرمك. ان شاء الله يكرمك على حاجه. الشعب العربي كله الحته دي بتاثر فيه نفسيا. انا اقول لسعادتك جمله انا شايفها، وهي الهوس الجنسي. بقى لدى الجميع هوس جنسي. الله يكرمك. ونظرين للغرب النظره اللي هو وصل لها دلوقتي هي هوس الشذوذ الجنسي. واللي حزني ان بعض من شبابنا بدا يحط قدم في هذه الهوس الشذوذ الجنسي. ربنا يبارك لك يا دكتور. ربنا يبارك لك. ملوش لازمه خالص. ربنا يبارك لك. لان انت عدم القناعه عندك، القناعه دي من هنا من القشره المخيه، يا اما انت شخصيا في ديفكت في تركيبتك سهله جدا تتعالج، طبيب نفساني مختص يعالجك، يا اما نقص في الانزيمات الخاصه بهذا الامر برضه سهل جدا تتعالج، بحيث ان انت ما تجمبش على 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 الشذوذ الجنسي وما تحتاجش الى هذا الايه الطريق. تمام. انك دي حاجه. حاجه ثانيه، نقسم الضعف الجنسي اللي هو عدم الانتصاب او ضعف الانتصاب، ده بيتوقف على العمر، سن العشرينات غير الثلاثينات غير الخمسينات غير الستينات، كل له امراضه وكل له علاجه. الله عليك. وسهل جدا في هذا. ثلاثينات غير الاربعينات غير الخمسينات غير الستينات. الله يكرمك يا دكتور. كويس. وكل مهم جدا. طبعا كل له العلاج اللي يناسبه. تمام. بالتشخيص الصح. تمام. لان الانتصاب عباره عن عضله تمتلئ ويتدفق بها الماء
وشريان بيودي لها هذا الدم، قصدي ماء يعمل عاد كويس، وشريان يذهب الايه يملأها بهذا الدم، وأوردة تاخد هذا الدم، وأعصاب تنغم هذا الأمر كويس، وتربطها بالحبل الشوكي المركز الأولي لهذه العملية تحت سيطرة القشرة المخية وتحت منها الغدة النخامية والهيبوثالاموس. يعني الأمر سبحانه وتعالى منظومة جميلة يا سبحان الله، فتمسك سهلة سهلة جدا. احنا بنحمد ربنا وجود الأستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف معانا، بتبسط لنا الحاجة، عشان احنا دايما اما بيحصل لأي حد احنا بنشوف طبعا عندنا في حلقاتنا تحديدا في الضعف الجنسي او سرعة القذف مشكلة جدا في بيوتنا، ما بيلحقش ياخد درجة الاستمتاع او الضعف الانتصاب برضو هو بيتمنى يوصل لكامل الفحولة وكامل القوة حق. فبتأثر عليه نفسيا تمام. فبتأثر على بيوتنا بالزبط. فبيضطر ما بيجيبش العيب في نفسه او المشكلة عنده يجيبها في زوجته. مظبوطة، بيحصل اسقاط عليه تمام. فحرام تمام. فاحنا جايبين حضرتك بس علشان بتوضح لنا وبتبسط لنا. انا شاكر حضرتك يا دكتور، انا اللي سعيد جدا. الله يعزك يا فندم، اتفضل. وجزاكم الله خير في ايه، في بس المعلومه والعلم الصادق النقي ابتغاء وجه الله للبشر وللناس. نعود للضعف الجنسي كويس، ونقسمه زي ما قلت لسعادتك امراض عضلات وشرايين واورده واعصاب. فاصبح دلوقتي فيه اسباب وفيه بريدسبوزنج فاكتور او اسباب تؤدي تساعد الى هذه الامراض كويس. يعني نستبعد من هذا الانسان، هل عنده ضغط بياخد ادويه ضغط، هل عنده سكر بياخد ادويه سكر، هل بياخد ادويه معده وقولون، كل دي من الاسباب اللي تؤدي للضعف الجنسي. بعد استبعاد هذه الامور نعمل له تحليل بسيط اللي قلناه في الاول تمام. في مخصص الانجاب، نشوف تستوستيرون ونشوف البرولاكتين، وبعض الزملاء بيحبوا يشوفوا الاستروجين نسبته قد ايه عند هذا الرجل تمام. ولكن لو ركز على التستوستيرون والبرولاكتين مهمين جدا. نخش في علاج الضعف الجنسي. سبحانه وتعالى هذا البشريه للعلاجات السهله جدا جدا في هذا الامر. سهل سهله، الضعف الجنسي سهل على عهدتك على عهد الدكتور عادل عبد اللطيف، ما فيهوش مشكله. اي مريض من عناية له تسلم. تحت امره تسلم، لان العقاقير المستخدمه بالفم، اي حد عنده مشكله الارقام موجوده عند حضراتكم على الشاشه، دكتور عادل هيقول لنا ما هو العلاج، هنوصل مع الدكتور عادل ايه هو العلاج. الارقام موجوده على الشاشه ان شاء الله، وبيقول لنا ازمه الضعف الجنسي سواء ضعف انتصاب او سرعه قذف سهله، هنعرف منك يا باشا. اتفضل. استخدام عقاقير عن طريق الفم عند اللزوم، ودي في بشر كتير عانوا منها لان مفيش حاجه ملهاش مضاعفات، فلا بد من التبصير. يبقى المريض اللي هو بياخد حبايه تحت اللسان او ماده النيتروجليسرين ده ما ادلوش العقار المعين ده، ملوش لازمه، عشان ده هيرفع ضغط، هيعمل مشكله. لا يا فندم، هيخفض ضغطه، هو هنا فازوديليتور وهنا هيخفض ضغطه كويس. فانخفاض الضغط ده ممكن يبيته في العنايه المركزه، واحنا مش عايزين كده، عايزين نبوته هنا وهنا وسرور. فدلوقتي اخر 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 المؤتمرات العلميه الخاصه بهذا الامر تمام. هذه المواد، هقول جزئيه بس خاصه باختيارات العقاقير، فمن يتعاطى العقاقير تحت اللسان زي النيتروجليسيرين ما يديلوش العقار المعين ده. طب واحد عنده مشكله في الديسك في ظهره وبيألمه، في العقار ما ادهولوش برضه، لانه بيشتغل على ايه؟ مارك معينه هاي. يزيد الالم في ظهره ومفيش مشكله عنده، بس هو العقار ده هو اللي زوده، هو اللي زوده. دلوقتي الجرعه بتاعته العاليه دي اخر حاجه بسط الجرعه لربعها بس، ياخدها كل يوم يستفيد ويؤدي عمله خير قيام مرحبا. احتاج دعم من هذه العقاقير عند اللزوم يستخدمها كويس. يبقى احنا كده هنلجا للامان. يخلينا في الامان دايما، انا احب اخلي العين في الامان. الله يكرمك يا دكتور. في حاجه بعديها على طول لو الامور ديت ما جابتش النتيجه المرضيه، فيه حقن الذكر بماده، الماده دي نعمه من ربنا لانها بتنتج في الاندوثيليال نفسه بتاع الايه العضله بتاعه الذكر الشرايين بتاعتها الغشاء المبطن لهم، هذه الماده بتنتج ماده علميه ماليش دخل باسم تجاري بروستاجلاندين اي 1، فده من زمان معروف وبيحقن في الذكر بيعمل انتصاب جيد جدا جدا. وانا مهمتي ابصر المريض الله ان مضاعفاته 1
اتنين ما تقلقش اطمن ومارس حياتك طبيعي جدا. انا الامريكان والغرب ما بيسبقونا في الحاجات دي، بياخدوا الماده دي بيخلطوها بكريمات معينه يا سلام تنتشر بسرعه من جلد من سطح الجلد بتاع ذكر بني ادم، ويخش جوه العضله المطلوب انه يخش جواه، يخش يعمل هذا الانتصار. يا سلام على الناس اللي بتفكر يتوفر. يبقى تمام، يبقى انا حضرتك تقصد ان لسه هخش علي ده اللي موجود علينا. طبعا انا كده فهمت من اول ما اخد سحر سحر معانا وارجع لحضرتك. استاذ سحر اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازاي حضرتك يا استاذ سحر؟ ازيك يا فندم؟ تحت امرك. بقول لك يا فندم، انا متجوزه بقالي 4 سنين تمام، وما حصلش خلفه خالص لحد دلوقتي تمام. زوجي عمل تحليل كده من سنتين، كان حوالي العدد كان حوالي 1.5 مليون تمام. ومن مثلا شهرين كده عملنا تحليل ثاني بقى العدد 3 مليون تقريبا تمام. ولحد دلوقتي طبعا ما فيش خلفه، والموضوع ده مأثر نفسيتنا جدا. طب وصل 3 مليون بعد استخدام المنتج يعني؟ اه يا فندم. تمام. طب تمام، بس هو يعني برضه دلوقتي لسه ما 3 مليون. طب ماشي، استخدمت المنتج لمده كام يا سحر زوج حضرتك؟ ايه بقى 3 شهور كده يا فندم. تمام بس العدد زاد الحمد لله، بقى ضعف تقريبا، بس لسه لحد دلوقتي ما فيش حمل. معلش بس كويس ان العدد زاد الحمد لله. طيب طلبات حضرتك الدكتور عادل يجاوب حضرتك في ايه؟ يا ريت بس يساعدنا في الموضوع ده، يطمنك يعني. يطمنك. انت انت ماشيه صح ولا ماشيه ايه؟ لا ماشيين صح يا فندم. اه يعني انت عايزاها هو يطمنك الدكتور عادل. بص يا سحر، اسمعي يا سحر الدكتور. ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. وانت استخدمت منتج رفع عدد الحيوان المنوي عندك، واعتقد ان كفاءته ونشاطه زاد، ولا العدد بس اللي زاد؟ يعني العدد زاد يا فندم، وبقى نشط. ونشط. الحمد لله. اصبح نشط الحمد لله. طب كويس جدا كويس جدا. اصبح دلوقتي انتوا عشان متزوجين بقالكم 4 سنين ماشي الحال، ففتره الصبر اللي تصبروها وبعد دعاء الى الله ان شاء الله والاخذ بالاسباب ماشي الحال ان شاء الله يا رب. ما تزودوش برضو عن 3 شهور مع استخدامكم لنفس المقويات الخاصه، لان الحيوان المنوي المصنع بتاعه بص الكاميرا دي هي بتاعتها، كلمها بقى المصنع بتاعه يا سحر بيصنع الحيوان المنوي في 120 يوم مظبوط. طيب شكرا لك يا سحر. اسمعينا عبر التلفزيون يا سحر، الدكتور هيجاوبك. اتفضل يا دكتور. الكاميرا مع حضرتك اهي. 3 شهور كمان باذن الله بيزداد العدد والكفاءه. حدث حمل ان شاء الله، حدث لم يحدث حمل، ارجو ان انتم تتوجهوا للزملاء الخاصين. الدكتور عادل، تقدري توصلي لرقم الدكتور عادل عن طريق الارقام الظاهره امام حضرتك على الشاشه. ويعني ال 3 مليون دول ممكن يكون فيهم الحيوان اللي حضرتك الحيوان المنوي اللي حضرتك عايزه صح؟ هو ده المطلوب. تمام. المطلوب يا اما يحدث تلقيح صناعي، يا اما يحدث حقن مجهري. دي بتبقى فرصتك عاليه جدا يا صاحبي. يعني الدكتور بيقول لك اللي خلاكي تصبري 4 سنين اصبري كمان 3 شهور ان شاء الله. ان شاء الله. وفي التحليل القادم مع استخدامك للمنتج هتوصل حدوث حمل باذن الله. تمام يا دكتور. توصلنا ان في امريكا الناس الامريكان دول خدوا الماده بتاعت البروستاجلاندين دي اللي كنا بنستخدمها في الحقن. تمام. يعني كان المنتج المتاح حقن او امبولات تسبب مشاكل، انا مش حابب انصح الزملاء وانصح المرضى لا يستخدموه. كويس. اللي بتعمل مشاكل حاجه اسمها بريابيزم، انتصاب مؤلم، ودي مؤذيه جدا، وارجو عدم استخدامها نهائيا. يعني المنتج او الماده العلميه اللي هي البروستاجلاندين ايوان متوفره في كذا منتج تجاري موجودين في السوق، والغرب وصل ان هم خلطوها بمواد كريمات دخلوها من على سطح الجلد بتاع الذكر لداخل الذكر، يحدث انتصاب جيد جدا جدا جدا. هايل. يبقى بعدت عن الحقن اللي ليها اضرار جانبيه واستخدمت ماده. الله ينور عليك. الله ينور عليك. برش دي 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 كجزئيه انتصاب بس. بس. نخش في موضوع القذف السريع. طيب هاخد رجب وارجع لحضرتك. يعني رجب اهلا وسهلا بيك يا رجب. السلام عليكم. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك واهلا باهل الاقصر. مرحبا يا حبيبي، انا رجب من الاقصر خلي بالك. يا عم الحاج رجب ده انت ضيف البرنامج على كل القنوات، ربنا ما يحرمنا منك. الله يبارك فيك، تحياتي ليك وتحياتي للدكتور وتحياتي للفريق الاعداد المحترم. الله يبارك فيك. صحه وجمال دي
عملت مشاهده كبيره عندنا في الصعيد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليك عم الحاج رجب، اتفضل. بالنسبه كنت عايز اسال، عندي غضاريف في رقبتي وعندي طبعا العنقيه وعندي برضك الرابعه والخامسه قفنيه، هل ليهم ضعف ضعف الجنس مثلا اخذ برشام ولا اخذ ايه بالظبط؟ تمام، الغضاريف يا دكتور وريت تفيدني يا دكتور. الغضاريف العنقيه هل مأثره على اعصاب ايدك؟ لا يا دكتور والله حلو الحمد لله، يدي كويسه يعني. مجرد الم في رقبتك بس وخلاص؟ الم وفي رحشه مثلا في رجلي اللي هي رعشه الشمال. رعشه في رجلك؟ في الاعصاب ما هي كده اعصاب. لا طب طبعا طالما وصلت الرعشه في الاعصاب يبقى في تاثير على الاعصاب عندك، فانت امرك سهل جدا جدا. بص يا رجب، بص طيب يا رجب، بص يا رجب، اسمع الدكتور، تواصل معاه في الارقام اللي هيزوروها لمستشفى الرحاب، وخد موعد وانا خدامك وتحت امرك واوصلك لبر الامان فيما تريد ان شاء الله يا حبيبي. شكرا ليك يا رجب، لان انت ليك معامله خاصه يا رجب. ربنا يحفظ رجب، ده ضيف عزيز على البرنامج وحالته نفس تستدعي معامله خاصه. تمام، ربنا يشفيه ان شاء الله. يعني انت حضرتك الفقرات اما بتاثر على الاعصاب تاثر طبعا على الضعف، وهي الاعصاب الذكر مش من ضمن الاعصاب طبعا طبعا اعصاب صحيح أعصاب. صحيح بتتاثر. طيب إن كان المرض السكري اللي هو السكر اللي هو خاص بسرعه القذف ده بكله، يا نهار ابيض، بانتصاب وسرعه قذف. سرعه القذف بمنتهى البساطه والتعريف بتاعها الاقرب للواقع، تمام، وهو أن يقذف الرجل دون أن تحدث متعة له ولزوجته. للاثنين. للاثنين. التعريفات الكثيرة بقى اللي تحدد 4 دقائق وخمس دقائق وتحددها بالثانية. لا 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 لا، هي التعريف ده. أحسنت يا دكتور. كافي. أحسنت يا دكتور، أشكرك. فهو الله يبارك. لا هو بيحصل ليه درجة استمتاع ولا هي. يبقى كده. تسلم. يبقى زي قلتها. تسلم يا دكتور. تسلم. يبقى دلوقتي عشان نعالج هذا الأمر ده عبارة عن قذف سريع. أولي وقذف سريع ثانوي. تمام. أولي يعني هو مولود به، أي تعامل جنسي أو أي اتصال أو أي مجرد فكر يحدث له هذا القذف. كويس. يبقى ممكن عنده مشكلة في القشرة المخية، نقص في هذه الإنزيمات. نقص الإنزيمات ده سهل جدا، وربنا يكرم الناس اللي ربنا قدرهم واخترعوا مادة اسمها إيه؟ المادة الخاصة كونتاكتين. كونتاكتين، مادة الكونتاكتين دي اللي بتحسن الايه؟ تمام، هذا الامر من في القشرة المخية، وتجعل الانتصاب جيد وتجعل القذف في ميعاده وتحدث المتعة. الله يكرمك. احنا دلوقتي تحدثنا عن المادة العلمية. المادة العلمية اسمها مادة كونتاكتين. كونتاكتين. الكونتاكتين هرمون الكونتاكتين. هرمون الكونتاكتين ده موجود في المنتج. هو ده. دوره هو بيوصل للقشرة المخية وبيحسن نقص الانزيمات اللي موجود، التواصل والانتاج العصبي. تمام. من القشرة المخية للمركز. تمام. بتاع العمود الفقري للعمود الفقري للذكر. هاي. يقوم الانسان يحس بالمتعة. الله. وياخد الوقت الكافي له. تمام، يبقى احنا ما نيجي نقول عم الحاج راجب اللي من الاقصر، لو هي الغضاريف تعباه او العمود الفقري تعبه، المنتج الخاص اللي موجود عند حضراتكم على الشاشة أحد منتجات شركة ديرما كيور، الأستاذ الدكتور أو البروفيسور شريف صلاح التابع لشركة أشمن جروب السويدية، إحدى الشركات العالمية في هذا المجال. السنشور، مادة السنشور اللي موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، كما زي ما قال لنا الأستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف، هي بتوصل للقشرة المخية علشان تعالج نقص الأنزيمات اللي بتحسسه، تبدأ تدي الإحساس بالشعور اللي هو الشعور الجميل، الرغبة، الشعور الجميل، الرغبة اللي نقصت عندنا. تمام، وتأخر القذف عنده ويحصل تقول له أخر القذف على طول. هايل، كويس، ويجعله متحكم فيه. ده حتى لو هو مريض سكر. ما هو ده أولي. تمام. أولي. الثانوي بقى هيخش فيه مريض السكر. تمام. الثانوي يعني فيه سبب. كويس. يعني العضلة القابضة لهذا الحيوان المنوي اللي بتخليه يتم التحكم فيه في القذف في التوقيت المناسب فيها خلل، يا اما التهاب ميكروبي. تمام. يبقى ده التعاملات الجنسيه الغير الله شرعيه. الله دكتور. اصابتك يا حبيبي بهذه الميكروبات ومحتاج تتعالج منها. الله يحفظك. وفي منها من ياخد وقت طويل في العلاج، وانت اللي جبت لنفسك. انت اللي جبته لنفسك، فاحنا معاك برضو لحد ما نوصلك لبر الامان. تسلم يا دكتور. وفي من ارهق العضله دي
في شبابه بممارسة العادة السرية. خطر طبعا. وفي أسباب بقى زي الأمراض السكري بتزيد هذا الالتهاب، وفيه ما هو يخص القشرة المخية من القلق والتوتر والمشاكل في العمل والمشاكل في الشارع. ودي دي على فكره سوء التغذيه. معلش، القلق والتوتر والكلام ده كله يا دكتور مال حياتنا ومال بيوتنا. طيب هاخد ام خالد. ام خالد اهلا بيك يا ام خالد. اهلا يا ام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا دكتور، عايز اكلم الدكتور. معاك الدكتور. معاك الدكتور عادل عبد اللطيف. اتفضلي. ايوه يا دكتور. علي صوتك يا ام خالد. علي صوتك بس. علي صوتك يا ام خالد. حاضر. بنتي متجوزه بقالها 7 سنين. 7 سنوات. ماشي. أيوة. 7 سنين متجوزه. اول ما اتجوزت خلفت وجابت بنت الحمد لله. تمام. وبعد كده مش عارفه تخلف تاني. جوزها عنده حيوان المنويه بتاعته فيها تشوهات، مع انه اول مره خلف وما فيش اي حاجه والحمد لله يعني. منوي. يبقى ده عقم ثانوي من الممكن يكون حدث لزوج بنتك اي مرض من الامراض بعد ما خلف اثر على هذا الامر، فده برضو علاجه سهل جدا بمعالجه السبب يا ام خالد. وان شاء الله. في سؤال اخر يا ام خالد؟ مفيش اي مشكله يعني. لا مفيش حاجه ثانيه. طيب امرك. تشرفيني. اسمعينا اسمعينا عبر التلفزيون وان شاء الله ايه تستفيدي يعني. شكرا ليك يا ام خالد. عقم ثانوي نتيجه تشوهات. امر التشوهات علاجه ان شاء الله امره سهل يا ام خالد. كل حاجه عند الكريم حلال ان شاء الله. ونعم بالله. نقدر نحصل على المنتج عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على شاشة، تقدروا تتصلوا تعرفوا كل ما يخص الصحة الإنجابية وتأخر الإنجاب والعقم. طيب دكتور، يبقى القذف الثانوي قلنا إن في أسباب في العضلة وفي أسباب في القشرة المخية. هاي. أسباب العضلة التهاب، إجهاد العضلة، أسباب القشرة المخية الأنكزايت، القلق والتوتر والحياة وسموم الأكل، طعام، سموم الهواء، كل دي كل ده فين؟ في القشرة المخية. بيأثر على كله. على كله. بيأثر على كله. انت عارف الهواء فيه سموم، الطعام معاش صحي مثل كما سبق يعني. الزبدة البلدي والفلاحي والحاجات دي خلاص. فين الايام دي؟ ايوه انت زعلان عليها؟ طبعا مش انا لوحدي. بس الحمد لله لسه مدية حضرتك الصحة والسعادة. تسلم يا جو. ربنا يكرمك. ربنا يديك الصحة. ربنا يحفظك يا دكتور. الله يبارك في سعادتك. كويس. ف المنتج اللي هو قلنا الماده العلميه اللي هي كونتاكتين السنشور ده اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشه دي نعمه ونعمه بالله. بعد علاج الـ 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 الاسباب الموضعيه الخاصه بما يصيب العضله تمام، من علاج الميكروب اللي اصابها هايل، او عمل تمارين رياضيه كويس. في تمارين رياضيه دي تقوي العضله موجوده. الادي السنشور موجود قدام حضراتكم على الشاشه، كمان طلعناه من العلبه. اتفضل عشان برضه اوري الايه تمام المشاهدين ان بعد علاج العضله وما اصابها من التهاب او اجهاد بالعقاقير الخاصه بقتل الميكروب وعمل التمارين الرياضيه كويس اللي تقوي العضله. لها تمارين رياضيه. تمارين تبسيط هذه التمارين ان يحدث الانسان انقباض في عضله الشرج. يعمله بقى هو مستلقي على ظهره، يعمله هو جالس، يعمله هو واقف. تمرين بسيط جدا وده تمرين مشهور. التمارين اللي بتؤدي الى هذا الامر خلاصتها انقباض عضله الشرج. نفس العصب اللي بيغذيها هو اللي بيغذي العضله الاكسترنال اسفنكتر ميتس دي اللي هي المتحكمه في الامر. يبقى نعمل لها تقويه. ايوه يعني حضرتك لما بتعمل انقباض في عضله الشرج كما لو كنت في موجود في أيوة. في البراز او في الحمام في الانقباض ده بيفيدني انا، بيفيدك في تقويه هذه العضله كويس مع استخدام السن، مع ان انا استخدم الماده دي الكونتاكتين ببطايد اللي موجود في اللي موجود داخل السنشور ده اهو بيدي الدكتور بخه واحده بس. حضرتك ممكن توري لي الكاميرا معلش؟ انا شايف ان الازازه مليانه قوي. بسم الله ما شاء الله. ده ممكن تكفي المريض 4-5 شهور. ما ماشي، ما الناس بس عايزه تستخدمها. حضرتك ممكن توجهها للكاميرا، استخدامها نثبت ايدينا بس، استخدامها رشه واحده في اي مكان خالي من الشعر. تاني يا دكتور معلش، الرشه يعني في اي مكان؟ اي مكان في جسم الانسان خالي من الشعر. من الشعر كويس. رشه واحده بس. تمام ماشي الحال. هل ده يستخدم للرجال فقط؟ لا، يستخدم للرجال والنساء لانه هيشتغل على القشره المخيه. القشره المخيه يحسن المود. تمام. يخلي فيه متعه. هاي. الرجل هيستفيد ان هيحدث عنده تاخير قذف. انا انصح الرجل المراه ترش في اي حته
زي ما هي عايزه. تمام. اي حته خاليه من الشعر عشان يبقى فيه حسن امتصاص. الراجل يرش على الذكر في منطقه خاليه من الشعر برضه، يبتعد عن مقدمته ويرشه بعدها رشه واحده، وبايده كده يعمل انتشار لهذا الايه المنتج بحيث يتم امتصاصه، يدخل جوه ويوصل للقشره المخيه بسرعه لانه سريع الامتصاص والتاثير في الدم. تمام. يحدث انتصاب جيد لان ده هيفيد الرجل في الانتصاب ايضا. هايل. ده بيعمل فازو ديليتيشن يعني تمدد في الشرايين، يضخ دم بكميه جميله جدا تجعل الذكر ينتصب انتصاب جيد، وفي نفس الوقت هيحسن الامر بتاع القذف السريع. طب احنا دكتور بنخجل الرجال بتخجل ان هي تشتكي الشكوى دي. تمام. او تطلب منتج زي ده. تمام. هل ده صح ولا غلط؟ يعني هل ان انا لو انا عنده سرعه قذف اكيد الزوجه عارفه، وحضرتك قلت كلمه حلوه وتفسيرك لسرعه القذف من اجمل التفسيرات، مش بالثواني ومش بالدقائق، هو عدم الوصول للمتعه للرجل والمتعه ايضا للسيده. بالظبط. هل من المفترض ان انا سرعه القذف او ضعف الانتصاب، ما هي بالتالي الزوجه بتبقى عارفه خلاص انت زوجها، اقول لها اجيب المنتج بكل جرأه وكل طبعا بدون خوف؟ لازم المكاشفه والمصارحه. تمام. لان الحياه الزوجيه هما الاثنين المفروض يبقوا شخص واحد. تمام. متناغمين مع بعض. اللي هو هيعمله ده مش هيمتع نفسه لوحده. هي سوف ايه تعيش معاه هذه الايه السعاده. تمام. واخد بال سعادتك، ولا يخجل ان يروح يطلبه من الطبيب يكتبه له. تمام. بحيث الطبيب يحلل له مشكلته ويوصله لبر. طيب. الامان، ويعالج له اي مشاكل اخرى. أحسن. موجوده عنده. اما الدكتور قال لنا امريكا بدات الحقن اللي كانت بتحقن في العضو الذكري للرجل، خدت الماده اللي موجوده في الحقنه وحولتها لمنتج يدهن. بس زي ما في امريكا وفي علماء، ايضا في مصر في علماء، وعلماء مش سهل معتز بيه، حاصل على جوائز تقديريه في اكتر من منتج، وحاصل على براءه اختراع منتجات، منها منتج السنشر. هو بروفيسور يطوف ويجوب العالم دايما علشان يوصل لحاجه ولو نسبه بسيطه في حاله شفاء، وبيحول المنتج ده لنسبه شفاء 100%. الاستاذ الدكتور شريف صلاح، او البروفيسور شريف صلاح، رئيس مجلس اداره ديرماكيور، احدى شركات التابعه لاشمن جروب السعوديه. اهلا وسهلا بك يا دكتور شريف. أنا يا دكتور محمد، ازاي صحتك؟ انت إيه؟ انت بتنورنا دكتور شريف. انت اكتر والله. تحياتي للدكتور عادل. ربنا يكرم سعادتك يا باشا. انا الدكتور عادل بيعتز بامريكا وعلماء امريكا، فقلت له لا لا لا، ده بعد لا اذنك. احنا عندنا الدكتور شريف صلاح. بعد اذنك، انا عشان انا الجمله المهمه جدا ان انا لازم اقولها، ان الدكتور شريف بعد ما طرحت عليه هذا الامر اللي انا قلت عليه ده، حصل وعدني وقال لي في اقرب وقت ستجد هذا اللي انت بتحلم بيه او عايزه ده. الله. والامريكان غيظينك بيه. هتجده في مصر، مصري الحمد لله، واحسن كمان. وصدق وصدق ان شاء الله. صادق ان شاء الله. صادق. حصل يا باشا ولا لا؟ ده انا فخور بسعادتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. انت بتتفرج علينا يا دكتور شريف ولا الدنيا واخداك واوروبا واخداك؟ لا انا بتفرج عليك وسعيد بالكلام بتاع الدكتور. احنا طبعا كان نفسنا تبقى متواجد النهارده ان شاء الله. طبعا زدنا الشرف باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله. انت عارف ان الضعف الجنسي وسرعه القذف والانتصاب، ضعف الانتصاب من اولويات الشعوب العربيه. طبعا. لا الشعوب العربيه وشعوب في العالم ككل. العالم ككل. طبعا طبعا مفيش شك يعني. طيب. ودي احد مشاكل برضو انت تقدر تعتبرها زي امراض الكبد والكلى. ما هو ده عضو من الاعضاء. طبعا 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 طبعا. بيحصل له تقلص وبتقل، لابد ان نحترمه يعني، بتقل مقدار فعله اكيد زيه زي بقيه الاعضاء يعني. اتفضل يا دكتور. السنسور بقى. فانا يعني انا يمكن حابب ان انا اضيف بس للعلاج اللي احنا بنطرحه من خلال الشركه. انا ليه بقول عليه مسمى علاج؟ انا مش بقول حاجه مؤقته احنا بنستخدمها كده لمجرد ان احنا بنقضي وقت على اساس ان الشخص اللي عنده مشكله ياخد حاجه سريعه كده يشيل عنه المشكله. لا طبعا، الموضوع في ان الناس برضو لازم تفهم هي مشكلتها بتيجي منين. وهو لو اي شخص عرف المشكله جايه منين اكيد الحل هيبقى بسيط وسهل خالص. فانا دايما انا حتى يمكن اتكلمت واتناقشت قبل كده مع الدكتور عادل
فإن السنشور أحد المستحضرات الطبيعية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنت محتاج ترجع الجسم النورمال مرة تانية للحالة الطبيعية بتاعته. فأحيانا زي جميع المشاكل اللي بتحصل في جسمنا، في حاجات بتقل مع الوقت، في حاجات بتقل مع الستريس، في حاجات بتقل مع مشاكلنا الاجتماعية. فده بيخلي تركيز الدماغ أو أولويات في إن هي تعمل ده وما تعملش ده بتبدأ تتضاءل. وإحساسك بالمتعة الحياتية أو إحساسك بالشعور الحياتي إنك أنت مبسوط أنت مش مبسوط، الحاجات دي بتبدأ تتضاءل برضو مع الوقت. فأنت بتحس إن بالتبعية برضو أحاسيسك الجنسية بتتضاءل، شعورك تجاه الموضوع بيتضاءل، الأعضاء اللي بتنفذ لك الشعور بتقل برضو. فتدريجيا بتبص تلاقي نفسك في وش المشكلة. عشان كده أنا بقول إن المستحضر اللي إحنا بنستخدمه طبعاً حاجة مش بتخش عن طريق الفم، وإنت عارف مشاكل الحاجات اللي بتتاخد عن طريق الفم بالظبط. صحيح، تأثر على الكبد، تكسر صحيح. على الكلى، تكسر في المعدة يا باشا، وتأثر على أعضاء الجسم، وبتأثر على الذاكرة بتاعت الشخص. كل شيء بعد سنتين ثلاث سنين يلاقي نفسه لا هو مش طبيعي. صح. فلذلك أنا لما أديك حاجة بتشتغل بشكل سطحي على الجلد، كل اللي هي بتعمله إنك أنت جاست إنك أنت بتعمل رشه معينه، بيوصل الماده البروتينيه دي بتوصل للدماغ مباشره وتبدا تحفز لك الفعل الاصلي اللي كان الجسم المفروض بيعمله. فلو الفعل الاصلي ده ما بيتعملش خلاص انت حاسس بالمشكله. لكن لو انا بديت انشط لك الحاله الدماغيه والتواصل بين الدماغ وبين العضو ده، فانت هتبص تلاقي ان مشاكلك تدريجيا بتبقى اتحلت. مش هنقول ان احنا هنحلها 100% في الاول، بس على الاقل لو في خلال شهر او شهرين من استخدامنا للمستحضر قدرنا نحصل على 60-70%، فاحنا حققنا تارجت جيد جدا. اضافه ان انا طبعا هبقى انا بعدك عن سايد افكتس كتيره جدا من الممكن انها كانت تكلفك الضعف مرات ومرات. فعشان كده انا حريص جدا والله ان انا اقول للدكتور عادل، لو انت بتتكلم عن المستحضرات اللي بتطرح بره، فالمستحضر ده يعتبر من افضل المستحضرات حتى تضاهي اللي بره واكتر. الله يكرمك يا دكتور. بنفكر نعمله ودي كمان. دي ثقتنا، دي الثقه بتاعتنا في حضرتك يعني فعلا يعني البروفيسور شريف صلاح، حضرتك مكرم في اكتر من دوله واكتر من مكان، حاصل على براءات اختراع كثيره، يعني احد يعني ان شاء الله اعمده العلاج الطبي في مصر ان شاء الله يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور محمد. وبعدين احنا بنعمل حاجه اي شخص يجرب ويحس ان هو ما حصلش على التاثير اللي احنا ذكرناه في المستحضر، الله يكرمك، يكلمك واديله تليفوني الشخصي. عشان انا بقول لك انا متاكد ان ما فيش حد هيستخدم المستحضر ده وهيقول لك انه ما بقاش كويس، لا وبقى احسن كمان. طب ما يا دكتور، يا دكتور بيحصل اتصالات يعني اللي انا عرفته من المسؤولين في الكول سنتر في الردود، يقول لك ان انا بيشتكي، فالشكوى بتاعته ايه؟ ان هو الاول كان عنده سرعه القصف، بدا الوقت يتاخر لمثلا يعني ايه ربع ساعه. يعني ربع ساعه. هقول لك هو طبعا انك انت تحول الشخص من حاله لحاله ثانيه احسن، فالجسم عقبال ما بيوصل لحاله الابتلاء ده هو بيبقى فرحان على فكره، يعني دي فرحه يعني مش شكوى يعني. بس عايز يزود تاني، عايز لا يزود، لا كفايه عليه، لا كفايه عليه، عشان برضه لازم يبقى عنده قناعه وساتسفاكشن. يا سعاده البروفيسور، نحن نشكر الله ثم نشكرك ان ربنا وفقك الى هذا الامر، متوفق دايما ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، لان دي ماده طبيعيه القشره المخيه بتحتاجها في جميع الاعمار السنيه، بتختفي في جسم الانسان حسب الامراض اللي تعرض اليها وحسب سنه. الله يكرمك. طب يا دكتور شريف معلش قبل ما حضرتك تقفل، المنتج ده بيعتبر كويس لمرضى السكر او اللي عندهم سرعه قصف وضعف الانتصاب، الناس اللي عندها تقدم في العمر؟ أيوة. في الخمسينات، في أيوة. الستينات. أيوة. أيوة. عن تجربه يعني. أيوة. قصدي حضرتك طبعا اكيد بتعملوا تجارب يعني، مش احنا اللي بنجرب يعني. بص يا دكتور محمد، طبعا انت لازم حتى لما تبلغ اي حد تبلغه بالداتا السليمه او بالمعلومه السليمه. تمام. فايام الموضوع بسيط جدا، انا بقول لك ان الناس عموما مع تقدم العمر بيحصل تضاؤل في مناسيب معينه في الجسم.
المناسيب دي لو انت بدأت تعوضها للجسم، الجسم بيرجع لوضعه الطبيعي. هو الشخص العضله بتضعف احيانا، القشره الدماغيه الاشارات اللي جايه من القشره للمنطقه دي بتبدا تقل برده، فهي بتبقى السبب نقص انتاج المواد المحفزه. فلو انت المواد المحفزه دي اوريدي بدات تطرحها في الجسم مره ثانيه وتبقى دي موجوده، وبدات تمرن المناطق اللي بدات تضعف، انا اعتقد انها لا غير مرتبطه بسن ولا مرتبطه بعمر. الله يكرمك يا دكتور. الناس اللي عندها 30 زي الناس اللي عندها 70 بالظبط بالظبط، الناس اللي عندها 60 كله محتاجها، كله محتاجها. شكرا شكرا للاستاذ الدكتور شريف صلاح والبروفيسور شريف صلاح صاحب المنتج القوي في علاج الضعف الجنسي وتأخر الإنجاب والكثير من الأمراض اللي بنشوفها إن شاء الله على الشاشة مع أكبر شركات في أوروبا وإن شاء الله في مصر. فشكرا لحضرتك ومداخلة حضرتك معانا. الوقت جري مع الأستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف بشكل كبير جدا، فإن شاء الله إحنا لينا حلقات أخرى. أكيد دكتور عادل، حضرتك توعدنا، وأنا شاكر حضرتك على الكلام الطيب اللي حضرتك قلته على إن إحنا العقل السليم في الجنس السليم، العقل السليم في الجسم السليم في الجنس السليم، او الجنس السليم في العقل السليم في الجسم السليم، وان المنتج او ال- 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 الشيء الطبيعي، الشيء الطبيعي طبعا هو ده افضل بكتير جدا من المواد الكيماويه والصناعيه. طبعا يعني طبعا فده شهاده كبيره من الاستاذ. عايز بس اذكر الناس سريعا عشان الحلقه سريعا استخدامه. ايوه بالنسبه للذكر اللي هو الميل يعني تمام، يوضع على المكان اللي تحت راس الذكر، دايما بيقول لك الجبهه، وعند الجبهه في اي مكان فيما يخص المراه. هايل. والرجل نفس الاماكن برضو تمام. بس بيضيف تركيزه في تحت، لان ده له اثر موضعي. الله يكرمك. بيعمل انتصاب جيد تمام، وبالتالي نفس الامتصاص هيحدث، هيحسن المود ويحسن المتعه. هايل. يبقى هو كده استفاد من هذا الايه المنتج استفاده جيده تمام. رشه كل يوم بانتظام تمام، وقبل الموعد مع زوجته بساعة كويس، يزيد رشة كمان تمام. شكرا للأستاذ الدكتور عادل عبد اللطيف، حضرتك نورتنا وشرفتنا، صاحب إنجازات كثيرة في علاج الأمراض الجنسية والتناسلية، وشرف لنا تواجدك معنا، وإن شاء الله يبقى لنا حلقات أخرى إن شاء الله، علشان كلام حضرتك الطيب بيحسن أمورنا كلها إن شاء الله، بيحسن حاجة كلها. ربنا يكرمك. شكرا ليك. أعزائي المشاهدين، شكرا لكل زملائي خلف الكاميرات، مصورين، مخرجين صوت، كل من أدار هذا العمل ليصل إلى المشاهدين. نقدر نحصل على المنتجات عن طريق الأرقام الظاهرة أمام حضراتكم على الشاشة. تحياتي محمد الدالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.